فضاءات أدبية فن. أنامل ذهبية الرسم. خالد مكي مدرسة القادسية. زيارتي اليوم لبرنامج نقاط الخير، وما شاء الله يعني من موهوبات من البنات ابدعت صاله، ابدعوا فعلا برسوم وتصوير وروبوت اللي هو الانسان الالي، وكثير من الابداعات اللي حتى في التطبيقات الالكترونيه، فهذا يعني يعزز ما شاء الله دولتنا الامارات فتحت المجال وايضا تدعمها الموهوبين لابتكاراتهم وانجازاتهم، واليوم احنا فخورين بهذه المستوى او بهذا المستوى الراقي. مدرسة الشوامخ يعني صراحة طلعت البنات إبرازهم مواهبهم بوجود المعلمات وأيضا تشجيع أولياء الأمور بالذات الأمهات، فهذا هنيئا لهم بهذا الإنجاز الرائع، وأنا صراحة يعني أغبط على هذا العمل اللي قدموه وعمل جدا مثل. بإذن الله السنة في رمضان إن شاء الله هي نكمل حملتنا رمضان أمان بتكون رقم 6. الجديد اللي فيها ان في 3 دول خليجيه بتشارك، الكويت والبحرين وايضا السعوديه، المملكه العربيه السعوديه، فهذا شيء طيب ان كبدايه جميله مع مجلس التعاون، ومن بيزيد العدد من 500,000 الى 1,000,000 علبه سوف توزع، وان شاء الله العام القادم بيكون على مستوى مجلس التعاون واحتمال بعض الدول العربيه، ومتوقعين 12,000 الى 15,000 متطوع في هذه الحمله.